هلا تختي. هلا هلا عيوني. شلونك؟ هلا. ما شاء الله اليوم الصيد الطيب. الحمد لله. اقول كم من ربيان؟ يا ربيان ماكو ربيان. وهل هامور؟ اي هامور عمي ماكو هامور. هل زبيدي؟ اها كنت اعرف بالزبيدي، الزبيدي ما يريدك زعلان منك. اوف ايش دعوه؟ خلص البحر من السمك ولا الحلقة الأخيرة من المسلسل؟ حمدي ادفع الدين اللي عليك، الطلب اللي أطلبك إياه، يلا تاخذ السمكات. صبة صبة رجال بالعقل عقل جهال. طمي طمك الله لا تبربن على راسي. اي والله شو من اللي داق علي. الو هلا ابو ولدي. هلا والله باللي اسمه صعب ما اعرف اقوله، انا معصب. ايش بغيت؟ يبا شلونك؟ بنفسجي. ها الدم قطيت قطة الثمانينات يعني وصل حدك. خلص ترى مالي خلق اخلص. ايش بغيت داق علي؟ ايش تبي؟ عجل يوم انك معصب. اسمع الخبر هذا وبالمرة انفجر. قول خلصني. لا هل اسمك اخذها الحين واسكها براس تختي. وانا شكو كون الله يهدك انت وابنك هذا واسم شطرين جارجير. اكو واحد يسميها هذا اسماء؟ وانت ايش تبي؟ خلصني. لحق علي انا وامي بنغرق بالسيف اللي قدام سوق السمك. قول والله. الله يزين هالهوى اللي جايبه هالبحر. عساه جايز لي المكان يا مزحزيح. الا جايز لي. انت وين اندعست؟ تتكلم بالتليفون؟ ها؟ لا هذا شلاش كان جاي بيتنا هي دورت. شلاش؟ شنده؟ خالي دازه ينطق منت مكانه. قطع يا خالك. وشلاش وابوك بنفس الوقت. اتركينا من هالسيره. وش رايك بالمكان؟ يا زين القعده قبال البحر. الله يرحمك يا يبا، كان يجيبني هنية عقب ما خلص مراجعتها المستشفى. ليه تشمون هواء؟ لا يا ولدي يجيبني أغطس رجليني عشان الجرب. يا يمه ليتك لو قايل هالقصة من غير جرب. قلت لك لا سولفت تنطم. زين اللي تمرين فيه؟ أبوي الله يرحمه كان يتلثم وينام ونسرح الحالي بالبحر، والحبيبة الأولي كان يجي هنيه قبل لا يقشه القطار بلندن، ونقعد نسولف ونضحك إلين ما عديته وصار جربان مثلي. يا يمه ما يصير، أنا جايبت هالمكان علشان النفوس الترابة بينك وبين أبوي، وأنت تذكرين لك واحد غيره؟ يا حظي يا مال شو أقول على قولتهم يا مال اللي. هذا اللي تسولف عنه أمك، هذا أنا اللي دعمني القطار، لك ولله الحمد ما مت. أدعمك القطار ولا مت، حظك أكثر من القطو يبا. اذكر الله لا تقعد تنظل ويا راسك. لا إله إلا الله. شوف أنا يوم كنت بلندن رديت الديرة ومتكسر ما فيني حيل ولا كمل دراستي، لا واشتغلت في البلدية، وأمك الله يهديها تحب المشاكل.